حكم تبخير الشخص وقراءة المعوذات عليه في نفس الوقت؟ ما حكمه؟ تبخير الشخص. تبخير؟ تبخير البخور. ما ورد هذا، هذا من الشرك يعني، البخور اللي هذه رقية شركية، ما يجوز استعمال البخور والدخان وهذا غالب أنه عمل السحرة أيضا. لا يكتفي بقراءة القرآن والنفث عليه، الرقية عليه بالقرآن والدعاء، نعم، بدون بخور وبدون دخان وبدون، نعم.